الإفرازات في اللغة الفرنسية. كده جينا تعريف. كنت رايح الشغل، غارت أول غارة طيران الروسي وغارت تاني غارة، فضرب مثل كيماوي ريحة غاز، الأطفال صاروا يبكوا دم عيوننا كلاتنا، وعبلها ريحة اختنق، وفي بعض من النسوان كمان اختنقوا وريحة مثل غاز، يعني هيك أبشع من الغاز. احنا كنا بيركين فحسينا مثل إذا طب هيك برميل، وقت اللي رقدنا نطلع إيش فيه شفنا مثل هيك غازات، غاز مثل شلون إذا فاتح جرة غاز مثل الجرة، طلعت ريحة كتير قوية، هي ريحة الكلور، أدى لاختناق كتير من بعض الأهالي، يعني أطفال ونساء ورجال، يعني كتير من أهل، يعني أهل الحي محل ما نزل الصاروخ هذا الكلور كثير في عالم تأذيت.